المتوقع مقابله كانت مفتوحه لنا الفريق ديالنا اللي مكناسي كيلعب على الطموح ديال الصعود وجاب هزيمه من اتفاق مراكش يعني ما كيسمحش ليه يكون التعادل او هزيمه هنا كذلك حنا مؤخرا ثلاثه كنخرجوا من المرتبه هذه كنا متوقعين انه تكون مقابله مفتوحه وهذا يتبين لنا ديال المقابله كانت محتمل تكون 3-3 أو 4-4 كلشي كان محتمل كان ممكن نفوزوا كان ممكن ننتصروا او كان ممكن نهزموا سي فتحي يعني في ظل النتائج اللي مسجله اليوم اتفاق مراكش انتصر خارج الميدان ديالو فريق وليد البارسلونه انتصر امس فريق الاتحاد سيدي قاسم اللي قريب لكم يعني انتصر خارج يعني خارج الميدان والان تعادل نقطه واحده لا تسمى له النجوم بالنسبه لنا حنا باقي كل شيء ما محسوش لان حتى حين خمسه الفرق الاولى اللي هما كيلعبوا على الصعود كاتفاق القلعه والاتحاد مالو والنادي المكناسي والنادي المطري هما الفرق اللي امنين نسبيا البقاء ديالهم جميع الفرق محتمله كل شيء فرق ديال هذا القسم هذا غادي يدوزوا في باساج بيت انا كنتسناو جات الفريق ديالنا لان حنا خدامين بزاف الاسعده كنتمنى حنا ما كيهمنيش الفرق الاولى كيهمني الفرق اللي معايا واللي كيهمني اساسا هو نخرجوا من المقابله ما يكونش فيها القيل والقال لان خرج اشاعات بالمقابله بان غنعطيو المقابله للنادي المكناسي بالعكس المقابله كانت قويه كانت حماسيه الناس ديال المكناس داو التعادل عن جداره كنا نفوزوا زعما عن جداره لو نهزمنا كذلك كنا غنبقاو في نفس ليسبري دو جروب ما غاديش نقولوا بان واخا تسمى الاشاعه حنا حامل اللاعبين ديالنا قبل ما نبقى المقابله هينا ونستدير هذه المسائل وهذا الشيء مسائل عاديه في كره القدم خصوصا في الكره الوطنيه. سي محمد فتحي لاحظ بان يعني المقابلات اللي كان الهزم فيها او تعادل فريق شباب بيريرت كان كيتلقى اهداف في يعني في النهايه ديال المقابله اليوم شفنا يعني في الدقيقه 45 يعني او الدقيقه 40 الفريق يعني شباب بيريرت يعني كما كنقولوا ولو انه بحال انه عاد بدا المقابله كيفاش كتفسروا هذا؟ الشغل ديالنا هذا تقريبا هذه الشهر الثاني لان دخل الفريق من نهار بدنيا يعني كنا كنسوفريو في اخر مقابله خصوصا مع مقابله ديال التقسيم الثالث كنا منتصرين جوج اهداف ولكن سوفرينا وماركو القسم الثالث للهدف وكنا ممكن نتعادلوا كذلك مقابله خسرانا كنا فايزين وتعادلوا معنا مقابله ديال اتحاد تماره كنا في وداد تماره كنا في مستوى كبير في اخر مطاف كان واحد انهيار شويه بدني اللي ما خلاش التركيز في المقابله وخرجنا منهزمين بواحد 1-0 يعني هذا تحصيل حاصل الفريق ما كانش مستعد بدنيا في اول البطوله واي فريق اللي ما بديش على الاساس كتسنى منه المقابلات في اخر مقابله خصوصا ربع ساعه الاخيره تما بدا كيتلعب الاشواط اللاعبين اللي موجودين تما بدا كيبان الفرق ما بين فريق وفريق وهذا حنا حاسين به وكنشتغلوا عليه وحنا غادي نكملوا المسار ديالنا في هذا المجال. السي محمد فتحي مجهودات كبيره مبذوله لا من المكتب المسير ولا من الطاقم التقني رغم الصعوبات الحديث على الازمه مع الفيفا الحديث على الموارد الماليه ما غاتستافدوش ربما هي مجهودات من اجل الاستفاده من المنحه ديال الجامعه بطبيعه الحال رساله توجهها لمن يهمه الامر من اجل الوقوف مع شباب المكتب. كنظن ما كانش القوه الشخصيه ديال المكتب المسير فريق شباب بنيت غيطيح في لالي يعني غيبقى جوج نقاط كما الان بعد فرق القسم الوطني الاول شبه منهارين ومن الان كيبان علامات السقوط بالعكس الفريق المكتب المسير ديال اكثر من المجهود ديالو برئاسه السي رشيد شمال اللي يدير مجهود مادي كثير ونفسي وكيخلي دائما اللاعبين رغم الهزائم كيعطي بريم تحفيزي بحال المقابله اللي هزمنا فيها مع وداد تماره عطى الدراري واحد البريم رمزي من جيبو كذلك التعادل مع قلعه فرق اللي ما كياخذوش التعادل عطى الدراري 500 درهم ديال التعادل يعني هذا المجهود اش كيعني بانه الظل واخا الفريق ما كيتحققش نتائج ولكن احنا معاكم وتاثرنا اليوم كان مقابل كان بريم في المستوى الحمد لله المكتب المسير كيدير الخدمه ديالو في ظل هاد الفيكتيف اللي عندنا محدود وكندمجوا بعض اللاعبين اللي ما عندوش تجربه ما نتسناوش اكثر من هذا الشيء وكنتمنوا الى تحل المشكل الان مع الفيفا خصوصا في الكاتو غيكون وجه اخر يشغل. نعم بالنسبه لتركيبه الفريق وكذلك حول التحكيم في هذه المباراه التحكيم ما غاديش نلومو بزاف ولكن الاخطاء اللي دارها بدون نقص كانت مؤثره خصوصا الهدف الاول اللي خطا خطا عليهم ولكن ما كيبناش نعطيك خطا الحكم واخا ماشي ديال كاسيت اللي كان يتحكم باش تطلع الحكم سيد الله يحفظك في الاخر يعني كبير على بعيد على الشوط تيجي يعني قبل ما كان مكسر ديالنا يعني بعض الاخطاء كانت عادي الحكم اللي في المستوى اللي اخطا الاخطاء كانت مؤثره شويه كان احتجاج ولكن كان احتجاج في الحدود في اطار الرياضه انا كنحترمه كحكم وبالعكس فرحنا من جينا حكم في المستوى القسم الاول يلعب لينا يعني ما كان التحكيم نسبيا كان في المستوى.